أهلا وسهلا. على السريع حوريكم الحشوة حقت القطايف اللي بالمكسرات. طبعا القطايف نفسها تقدروا ترجعوا للوصفة، موجودة في وصفات القديمة، الرابط موجود. مرة سهلة، مرة بسيطة ومضمونة، بس يعني تحتاج ان انتوا تمشوا على المقادير بالضبط. احتاج جوز عادي او بيكان، جوز البيكان نكهة المرار فيه اخف، جوز هند مبشور ما هو محلى، وعندي هنا لوز، وعندي ماء ورد او ماء زهر اللي يناسبكم، واخر حاجة عندي هي السكر. انا هنا حطيت ربع كوب لوز، ربع كوب جوز، ملعقة كبيرة جوز هند، وملعقة كبيرة سكر، وواحدة ملعقة صغيرة موية زهر. تقدروا تحطوها في محضرة الطعام او تقدروا بيدكم تفرموها، اهم شيء ما تكون مرة ناعمة، لازم يكون فيها شوية خشونة. خلاص كده صارت جاهزة، وهذا الشكل اللي ابغاه، شايفين كيف؟ حتى هنا في شوية قطع، هذه جاهزة. كمان في حاجة اختيارية انا يعني دوب تذكرتها صراحة، اللي هي القرفة، اضافة القرفة مرة تعطي طعم لذيذ، قرفة مطحونة. طيب عندي القطايف هذه بحشيها، بس اول شيء حقفل الاطراف. القطايف لما تكون فريش تتقفل معاكم احسن. هاخد شوية من الحشوة، هذه القطايف صغيرة، هي يفضل تتسوي بالقطايف الكبيرة، بس انا هذا المقاس اللي سويته عشان حاسوي بالقشطة كمان، ما اوصلها للاخير عشان اقدر اقفلها وما تتفك علي. اهم شيء نضغط بقوة هنا. خلاص صارت جاهزة، حكمل الباقي. القطايف اذا حتسووها في البيت بعد ما تسووا نفس العجينة وتبرد على طول احشوها، بعدين تقدروا تحطوها في الفريزر او في الثلاجة، لا تستنوا عليها وقت طويل لانه على طول تتقطع، يعني القطايف مرة حساسة. فانا هعملها وافرزنها واطبخ جزء ثاني منها اليوم. اذا زاد معاكم من نفس العجينة وما تبغوا تحشوها، تقدروا تشيلوها في الفريزر زي ما هي، بس مو عشان يعني تحشوها، تقدروا تسووا بيها فتة قطايف، حسويها معاكم قريب، او تقدروا تسووا فيها حاجة اسمها سيالات، تاخذوا نفس القطايف وتحمروها على النار مع زبدة او سمن، وترشوا عليها سكر وقرفة كده لما تتقمر، مرة لذيذة. وبس هو هذا، بالعافية.